مهمة العلاقة بين الفنان وبين يعني من يكتب عن الفنان ويتابع فنه وينقله. بالضبط، لأن إحنا بنأدي فن وهذا الفن بينعكس على المشاهد، ومن ضمن المشاهدين هم مجموعة من النقاد ينقد العمل الفني، ممكن ينقد الأداء. لازم هنا الناقد يبقى متخصص، لازم يبقى فاهم يعني ايه اخراج، عشان يتكلم عن اخراج، يتكلم عن التصوير، يتكلم على الديكور، يتكلم على السيناريو. فلازم المتخصص هو اللي ينقد، انما النقد الشخصي ده اللي هو مبني على انطباعات شخصيه ده لا يفيد. بيكون هدام على تعليمه بناء ومفيد. وغير مفيد اطلاقا، يعني لما يكتب حد يكتب يقول لقد كان الفنان الفلاني متألقا، ايه متألقا؟ يعني انا هستفاد، لازم تقول لي 1 2 3، فلازم هو يبقى نفسه بروفيشنال، يعني هو نفسه يبقى في التخصص اللي بيتكلم. ده النقد اللي انا كنت بقرا مجله مهمه جدا اسمها سايت اند ساوند، وبنصح كل السينمائيين انهم يتابعوا هذه المجله. هي مجله كل 3 اشهر، يعني هي بيريوديكال. مجله ثانيه اسمها كي بي سي ماكرو، بنجيبها وبنقرا فيها كل الاعمال الفنيه اللي بتحصل في العالم. دي مجالات بنلاقي النقد اللي فيها بينقد العمل نقد علمي. كان في نقد مهم جدا اسمه من ضمن النقاد اللي كانوا بيكتبوا في السايت اند ساوند، كان لما رحت امريكا لقيته استاذ مدرس، فاخدت معاه كورسات. نقد انا بستفيد، ولكن خلينا نبدا خلي بالك من زيزو. احنا جايين عشان خلي بالك. ايوه ده فيه. لا استسلم. نبدأ بالأغنية للفيلم، نقول الفيلم. ما كانش في كوبري 6 أكتوبر بالمناسبة يعني. فأنا جاي من المطار بالليل الساعة 10-11، وراكب تاكسي. أنا ما كنتش بحب إن أهلي يجوا ياخدوني من المطار يعني. بحب إن أنا أخرج لوحدي. فراكب عربية لقيت إعلان مكتوب خلي بالك مشهور.